معنا من هناك من مركز الترخيص غرب عمان مراسلة المملكة ريف برهومة. صباح الخير ريف، وتفاصيل أكثر عن هذا الموقع الجديد. نعم، صباح الخير لك روز وانتصار ولجميع المشاهدين. نحن الآن متواجدون في موقع قسم ترخيص غرب عمان الجديد والتابع لإدارة ترخيص السواقين والمركبات في منطقة أم عبهرة، وبالتحديد في منطقة مرج الحمام، حيث تم بدء العمل في الموقع الجديد في الرابع من شهر تشرين الثاني الحالي، وذلك بدلا عن موقع الترخيص في منطقة الدوار السابع. يعني هذا الموقع الجديد يأتي العمل به ضمن إطار منظومة التحديث والتطوير التي أعلنت عنها مديرية الأمن العام مسبقا، وأيضا تجسيدا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين الأداء وأيضا التخفيف على المواطنين. جميع الخدمات هنا، خدمات السواقين والمركبات، تقدم هنا في هذا الموقع الجديد وذلك بسهولة ويسر، وأيضا تم استحداث أيضا مسرب جديد لترخيص المركبات وتجديد رخص السواقين وغيرها من خدمات مقدمة داخل مسرب خاص وهو داخل السيارة درايف ثرو. يعني تم افتتاح هذا الموقع يوم أمس، وللحديث أيضا عن هذا الموقع، عن استحداث درايف ثرو الخدمة الجديدة، ينضم معي الآن رئيس قسم ترخيص غرب عمان المقدم الدكتور إحسان أبو قمر. بداية صباح الخير إحسان بيك، أرجو أن تحدثنا أكثر عن استحداث الموقع الجديد، لماذا اخترتم هذا الموقع وعن خدمة الدرايف ثرو الجديدة؟ في البداية أهلا وسهلا فيكم في قسم ترخيص غرب عمان، نرحب بقناة المملكة، القناة العزيزة على قلوبنا. طبعا تم استمرارا باحتفالات الدولة الأردنية بالمئوية، تم افتتاح قسم ترخيص غرب عمان بحلته الجديدة، حيث يقدم جميع الخدمات المتوفرة داخل ضمن إدارة ترخيص السواقين والمركبات، سواء على صعيد المركبات أو على صعيد السواقين، حيث نقدم مجموعة من الخدمات، منها النقل الملكية، جميع المعاملات، توثيق جميع العقود العدلية داخل القسم. في عندنا كمان الترخيص من مركبتك اللي هي درايف ثرو اللي تحدثنا عنها أكثر من مرة. طبعا درايف ثرو هاي في بعض المواطنين ماخذين فكرة أنها فقط للسيارات المعفية من الفحص الفني، لا، هي لجميع السيارات. بإمكان السيارة التي تخضع للفحص الفني أنها تمر على محطة الفحص الفني وتأخذ الفحص الفني وتلف على برضو على الدرايف ثرو، وبإمكان المواطن أنه يرخص من خلال درايف ثرو بحيث انه ما ينزل من مركبته نهائيا. في عندنا كمان خدمة ترخيص السواقين، حيث يوجد لدينا خدمة ترخيص السواقين للفئة الثالثة والفئة الرابعة، وسنباشر بتقديم الخدمة للرخص العمومية إن شاء الله. يعني لماذا اخترتم هذا الموقع بدلا عن موقع الدوار السابع؟ جاء الاختيار بناء توجيهات مديرية الأمن العام، عطوفة مدير الأمن العام، بعيدا عن الاكتظاظات المرورية اللي كانت تحدث على الدوار السابع، بحيث انه المواطن يستطيع الوصول الى القسم بكل سهولة ويسر، ويقوم بإنجاز معاملته بأقل وقت ودقة عالية. يعني ساعات العمل هنا في هذا الموقع الجديد؟ نعم، ساعات العمل احنا بنبلش الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 3 مساء. نعم، يعني هل رصدتم أي ملاحظات من قبل المواطنين أم هناك ارتياح بشكل عام، يعني خاصة مع الخدمة الجديدة؟ نعم ستي، الحمد لله الخدمات لإخوان المواطنين، هناك ارتياح كبير من قبل المواطنين للموقع الجديد لاتساع مساحته، بحيث أنه يستطيع إنجاز معاملته بكل سهولة ويسر، والاستجابة كانت من إخوان المواطنين كبيرة، بحيث أنه يعني تعدت باليوم الأول، يعني اليوم الأول يوم اللي بلشنا فيه الاستقبال المواطنين، انجزنا حوالي 1500 معاملة على مستوى السواقين والمركبات.
يعني لا داعي للمواطنين بأن يخرجوا خارج مركباتهم من أجل إعداد يعني الخدمات والترخيص وأيضا يعني تجديد رخص المركبات وأيضا رخص السائقين. لا، بالنسبة للتجديد رخص المركبات هي للترخيص من مركبتك للدرايف ثرو، زي ما حكيت لك ستي، حتى لو كانت السيارة تخضع للفحص الفني بإمكان المواطن أنه يدخلها على الفحص الفني، يأخذ تكون جاهز السيارة، بعدها بيقدر يروح على مسرب الدرايف ثرو ويرخص مركبته من خلال الدرايف ثرو، بحيث انه ما ينزل من مركبته نهائيا، وان شاء الله يعني هي المده كلها ما بتتجاوزش العشر دقائق. نعم. من لحظه دخول لمحطه الفحص الفني واخضاع مركبته للفحص ولغايه دفع مرحله دفع الرسوم لا تاخذ مده عشر دقائق. نعم. جزيل الشكر لك المقدم الدكتور احسان ابو قمر رئيس قسم ترخيص غرب عمان. يعني كما تلاحظون يعني هناك سهوله ويسر في التعامل ايضا وسرعه في انجاز المعاملات، وايضا يوجد قسم خاص لتدريب السواقين، يعني جميع هذه الخدمات يتم تقديمها هنا، بالاضافه الى سهوله الوصول الى الموقع. يعني لاحظنا اثناء طريق الوصول هنا وجود لافتات مروريه لاستدلال المواطنين على طول الطريق للوصول الى هذا الموقع وفي موقع ام عبهره بالتحديد في مرج الحمام. نعم، شكرا جزيلا. اذا كانت معنا من مركز ترخيص غرب عمان مراسله المملكه ريف برهومه، شكرا جزيلا لك.